الطقس حار ابتداء من السبت وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدة مناطق مديرية الأرصاد. وفي نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية تتوقع أن تتراوح المقاييس العليا نهاية هذا الأسبوع بين 33 و36 درجة بداخل إقليمي فحص أنجرة والمضيق الفنيدق، بينما ستتراوح ابتداء من السبت وإلى غاية الاثنين بين 42 و44 درجة ببني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنات، رودان، تقلميم، ورتزات وتنغير، وبين 39 و42 درجة بخريبكا، خنيفرة، بجنوب سطات وببولمان. المقاييس ستتراوح أيضا بين 35 و39 درجة بأظلال الحوز، إفران، وبداخل أقاليم شفشاون، تطوان، الناظور والدريوش. مديرية الأرصاد تتوقع كذلك أن تتراوح المقاييس العليا بين 44 و47 درجة ابتداء من السبت وإلى غاية الثلاثاء بطاطا، الرشيدية، وزاقورة، بينما ستتراوح بين 45 و47 درجة تحت الظل بأسازاق والسمارة وبشرق أقاليم بوجدور، أوسرد، ووادي الذهب، وذلك ابتداء من الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبل.